كابتن احمد، اخبارك ايه؟ التدريب كله تمام، احنا لسه ماشيين مع كابتن بسيوني. احنا سموح مشينا في توقيت كانت الدنيا كلها قفلت بشكل، احنا ماشيين بعد اخر مباراة يعني وكده. كنا راجعين تاني على اساس ان كابتن بسيوني هيقعد مع استاذ وليد عرفات ويشوف الاحتياجات بتاعت الموسم الجديد، لكن يعني ما حصلش نصيبه وانهوا حصل تغيير. حصل تغيير، وده حال الكورة طبعا زي ما طبعا حضرتك عارف مش يعني. مشكلة. لكن دلوقتي المعروض مش يعني انا ما بشتغلش وخلاص، فاللي بيتعرض عليا اتعرض على حاجه بره مصر في الدول العربيه، لكن ما كانتش مناسبه بالنسبه لي يعني. تشتغل لوحدك ولا مع كابتن بسيوني؟ بيجي لي حاجات كده، وكابتن بسيوني كان في كلام ان هو يروح في مكان الفتره اللي فاتت، برضو كنت هبقى موجود معاه يعني، كان في كده او كده يعني، لكن الى الان ما فيش حاجه مناسبه يعني. ما ده كمان انت مشيته متاخر، فكان بالظبط. الانديه كلها ارتبطت وظبطت للموسم الجديد، بالظبط. فاول ما الدوري يبدا ما تقلقش، لا لا مش قلقان، ده ثلاث اربع اسابيع كده لا ده الدنيا رزق بتمشي بتمشي. ان شاء الله. مش قلقان الحمد حبيبي يا لله كابتن كابتن. احمد. حبيبي يا كابتن. طيب عايزين نتكلم عن الدوري، دوري بكره القرعه ان شاء الله والدوري الجديد، وعايزين نتكلم عن المواجهات بكره. الزمالك هيلعب بكره مع نادي فلامبو البروندي، الاهلي هيلعب مع الاتحاد الاتحاد المنستيري. المنستيريو. نبدا بايه، بافريقيا ولا بالدوري؟ خلينا باللي هيبدأ بكرة. افريقيا. ماشي، يعني مثلا شايف الزمالك ازاي بكره مع فلامبو البروندي؟ انا شايف بدايتنا احنا في افريقيا مش على نفس مستوى الدوري زي ما هنا الدوري. شايف ان لسه اللعيبه الجديده ما انسجمتش بشكل كبير، لسه طبعا هياخدوا وقت شويه، وكمان فيريرا من الناس المميزه جدا، فمش ما فيش لعيبه يخش جوه ال 11 الا لما يكون مميز جدا، قدر ينفذ طريقه اللعب اللي هو بيلعبها. كمان وقت ما لعبنا ماتش الهلال ما كانش لسه اللعبه جاهزه، كان في سوبر اربع خمس المصري ايام السعودي. اربع خمس ايام وتعادلنا وخسرنا بضربات الجزاء، ف برضه لسه الراجل كمان ما اشتغلش لسه مع ما لعيبه اشتغلش. كتير. اللعيبه الجديده لسه كلها، حتى اللعيبه القديمه اللي خدت الدوري وكاس ما كانوش لسه جاهزين بدنيا، لكن دلوقتي اعتقد ان هم جاهزين بدنيا، فاعتقد ان شاء الله بكره يكون الاداء مميز. كمان في حاجه اتعملت بشكل مميز، ان الماتشين هيبقوا على ارضك، ان الاداره قدرت تجيب الماتش الثاني هنا عندنا يعني، فده شيء بالنسبه لك انت 60% من المكسب بالنسبه لك انت تلعب الماتشين هنا على ارضنا يعني. لكن اتمنى بقى من اللعيبه اللي هتلعب الجديده، ان كان نضاي او زكريا الوردي لو هيخش على التشكيله الرئيسيه، لو بداوا يعني، دول الاقرب بالنسبه لنا احنا يعني، اتمنى ان هم يكون لهم التوفيق. لكن كاداء انا ما كنتش مبسوط من الاداء بتاع الماتشين اللي فاتوا في ما لحقوش افريقيا. ماتش انا بتكلم افريقيا بالظبط، يعني، لكن لسه اول ماتشين في الموسم. هما اول ماتشين في الموسم، لكن ده نادي الزمالك وده مستر كان على ماتش فيريرا، اليكتي تشادي الماتشين اللي فاتوا، تشادي بتاع الكاميرون، بس كاميرون كسبنا 2-0 و2-0 برضو الماتش و2-0 الثاني. هنا. لكن الاداء اتمنى بقى كمان اداء يبقى مميز، زي ما احنا ماشيين الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا جدا، مفرحين جماهير نادي الزمالك. اتمنى كمان المباراة اللي جاية عندك المباراتين تقدر تكسبهم بأداء كويس، عشان جماهير الزمالك محبة للكورة وعاشقة للعب الجمالي كمان مع المكسب يعني. طيب.